السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى خير. الحقيقه ان انتوا كل يوم بتفرحوني بكلامكم الجميل اللي بيجي لي في التعليقات، بتسعدوني بكلامكم الرائع اللي بيتكتب لي كل يوم على القناه. بجد انا ممتن لكل واحد جزائري وبشكر كل واحد جزائري، وعلى دماغي كل واحد جزائري. وزي ما تعودنا قبل كده وقلنا ان احنا في كل بدايه فيديو ان شاء الله هندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يثبتهم، ربنا ينصرهم، ربنا يقويهم، ربنا يشفي مرضاهم، ربنا يداوي جرحاهم، ربنا يحرر المسجد الاقصى، اللهم امين يا رب العالمين. يا جماعه النهارده حبيت اشارك فيديو جديد عن الجزائر العظيمه، فيديو جديد عن الجزائر الرائعه، فيديو جديد عن الجزائر اللي كل يوم بتثبت لنا اللي هي احسن من الاول، اللي كل يوم بتثبت لنا اللي هي فعلا بجد جديره ان هي تكون زعيمه الامه العربيه وزعيمه الامه الاسلاميه وزعيمه الوطن العربي. النهارده بنتكلم عن الجزائر يا جماعه، وبنشارك معاكم فيديو ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم. بس ما تنسوش لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. السؤال الثالث: الذي خلقني فهو يهدين، إلى قوله تعالى: وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يميتني ثم يحيين. الذي خلقني فهو يهدين. سميرة يا سميرة، سميرة. أيوه. موقع هذا السؤال في أي مكان؟ الشعراء. تمام، انتبهي. الذي خلقني فهو يهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين،
والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين ولا تخزني يوم يبعثون واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون نعم فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا في ضلال مبين تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا وبعد ما شفنا الفيديو الجميل ده وبعد ما شفنا الفيديو الرائع ده اللي بيورينا قد ايه الجزائر دي دولة كبيرة جدا ودولة عظيمة جدا ودولة قوية بجيشها وبأفرادها وبشعبها الطيب وبشعبها الأصيل وبكفاحها وبنضالها اللي على مر العصور ومر السنين بجد انا مش لاقي كلام اقوله يوصف سعادتي ويوصف فرحتي ويوصف فخري واعتزازي ببلد عربي بلد مسلمين اسمها الجزائر مش لاقي كلام اقوله يعبر قد ايه ان انا ممتن لكل الجزائريين ممتن لكل الشعب الجزائري ممتن لكل فرد في الاسره الجزائريه في البيت الجزائري انا بجد مش لاقي كلام اقوله يعبر عن مدى فخري واعتزازي بالشعب الجزائري الطيب مش لاقي كلام اقوله يعبر عن مدى سعادتي بشعب الجزائر العظيم انا في نهايه الفيديو اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم لو اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتكتبوا لي تعليق محفز يشجعني السلام عليكم.